لا هذا خاطئ تماما. احنا اول تحقيقات اللي لحقتنا ما في حتى اشغال في الملعب، ما فيش اشغال داخل الملعب. اول التقارير اللي لحقت ان هذاك الحجار بعض من الناس من المشغبين، انا ما نقولش مناصرين، كسروا بعض الحيط تاع المدرجات، ولكن داخل الملعب ما في حتى اشغال. احنا هذا هو الشيء، ما نقدرش نلعب مقابله باش نحدد المسؤوليات، ولكن التحقيق اليوم ماشي ونخلو ان شاء الله العداله تفصل. هل ترى هذا حل؟ هذه هي الظروف، هذه الحلول الظرفيه اللي نتكلمها، ولكن هذا حل؟ ماهوش حل. لابد نصح الحلول دائمه. يا هل ترى الحل نحبسوا كل النشاطات الرياضيه؟ وعندما نحبس البطوله لمده، عندما نعاود ننطلق، حلينا المشكل؟